الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا للنفوس من الذنوب والآثام وأصلي وأسلم على من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربي جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون يا أخوان تلك الجنة التي لأجلها صام الصائمون وقام القائمون وتصدق المتصدقون قال الله وتلك الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا يا ربي بماذا أورثناها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون المؤمن يا أخوان المؤمن حاله في رمضان كحاله بعد رمضان لأنه لم يكن يعبد رمضان بل يعبد رب رمضان ورب رمضان رب الشهور كلها يا أخوان يقول أهل العلم أهل العلم كن ربانيا ولا تكن رمضانيا يعني اجعل عبادتك بحياتك كلها لا تجعلها خاصة في رمضان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهنيئاً لمن تاب إلى الله توبة نصوحة هنيئاً لمن صام رمضان هنيئاً لمن قام رمضان هنيئاً لمن قام ليلة القدر يا أخوان هنيئاً لمن تصدق في رمضان الفرحة الكبرى الفرحة الكبرى ليس بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى يا أخوان عندما نأخذ كتابنا بيميننا قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا فأما كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا